فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. الصلاة المكتوبة يشرع للرجال صلاتها في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انتبه هنا لقول رب العالمين عز وجل رجال، هنا تظهر المراجل. المراجل لها مفاهيم عند الناس تختلف، وكل له مفهومه في المرجلة والمراجل، حتى إن بعض أنواع الإجرام والاعتداء على الناس يعدها بعض السفهاء نوع من المراجل، وبعض الأعمال المنكرة والأخلاق الرديئة بعضهم يعدها من المراجل. لكن المراجل حقيقة أن يكون العبد مطيعا لله، ومن أحسن ما يكون في المراجل المحافظة على صلاة الجماعة مع الرجال، ولا يكون غائبا عن ذهن المسلم هذا الوصف. قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الصلاة المكتوبة محلها المساجد، الصلاة المكتوبة محلها المساجد، واركعوا مع الراكعين. لكن صلاة النفل، صلاة التطوع، يجوز أن تصلى في المسجد لكن صلاتها في البيت أفضل، لكن صلاتها في البيت أفضل، ولصلاتها في البيت حكم عديدة، من ضمنها ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا،